شاهد على الزمن بزخارفه وتراثه، تحفة من تحف التاريخ وأوابده الأثرية المشرفة على نهر العاصي. قصر العظم في محافظة حماة يقع في أجمل موقع وأروع مكان أثري وطبيعي. شرع ببناء القصر الوالي أسعد باشا العظم في عام 1740 كمقر لحاكم حماة، مبتدئاً بالقاعة الكبرى التي تقع في الطابق العلوي والإسطبل مع مستودع العلف في الطابق الأرضي. وفي عصر نصوح باشا العظم تحول القصر من بيت الوالي إلى بيت خاص بالحريم يدعى حرملك، حيث أضاف إليه السلاملك في عام 1780، ليقوم بعده أحمد مؤيد باشا العظم في عام 1824 بإنشاء قبو ملحق بالإسطبل ويشيد فوقه جناحاً مناظراً للقاعة الكبرى، كما أنشئ آنذاك إيواناً بديعاً وعدة غرف كبيرة مثمنة الشكل في الطابق الأرضي من الحرملك، فضلاً عن حمام خاص بالقصر أطلق عليه اسم حمام المؤيدية. يمتاز قصر العظم بزخارف الهندسية والنباتية والكتابية الموزعة على الأحجار والأخشاب وبالشمسيات الجصية المخرمة وبوفرة مواضيع الزخارف الخشبية في السقوف والمكتبات وبتنسيق المداميك والجدران، كما يتفرد قصر العظم الأثري بتعدد الخيوط الزخرفية في نوافذه، وتميز عن قصر العظم في دمشق بقبته السامقة التي تفرض نفسها على فضاء مدينة حماة. وبعد أن تم افتتاح المتحف الوطني في حماة في عام 1999 خصص مبنى قصر العظم ليكون متحفاً للتقاليد الشعبية، وهو بمثابة شاهد حي على عراقة التاريخ. Thank you.